لكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، نتوما مزيانين وصحتكم مزيانه. مرحبا بكم في فيديو جديد في لاشين ديالي صفاء بيوتي. دونك هاد النهار هذا غادي تدوزوا معايا كامل اللي درتها اختي، غادي تدوزوا معايا كامل اليوم نهار الحد. فعاد نشوف صراحه شنو غادي ندير، شنو غادي نصنع، شنو غادي نترك. اول حاجه دابا غادي نرش على هاد البوطه هادي لانها مقلقه، او غادي نغسل الموينات. من بعد غادي ندوز باش نوجد لولدي وراجلي الفطور. المهم نعطيكم روتين حقيقي، روتين يومي حقيقي ديال 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 متزوجه ام للطفل. اش كندير؟ المهم غنشارك معكم كل شيء ان شاء الله. روتين ديال عائلتي صغيره، راكم عارفين اللي كاينه الكبيدات، فبقاو معايا وما تمشيو لحتى شي بلاصه. بنات درت الفويطه ديالي اختي، دابا غادي ندوز باش نغسل هاد الموعنات هادو وديك الكوكوط. واحد الكوكوط وحده اخرى هي هي البنات الكسكاس. غادي نردو بلاصتهم الفوق لهي اختي، بعد ما نغسل الماعن غادي ندور باش نحك البوطه باش ترطب. نحك البوطه ونمسحها، عاد غادي نبدا نوجد في الطير. الطير غيكون طير عادي، راكم عارفين فطور وصافي باش نفطروا وصافي. انا صراحه مشهيه زويته بلديه وفرميجه هو صافي. هذا مكان ندوز اختي نغسل الماعن. كنخدم هنا وهنا وهنا وهنا. المهم اختي دابا غادي نوجد هكا بيضات، غادي نديرهم غير عاديين. يلا غسلتهم، غنديرهم غير مليحه وكمون زويته بلديه. اتايها انا وجدت وحطيت زويته فريميج. دابا غادي نوجد البيض كما قلت لكم. شوفوا لافابو مازال عندي فيه الماعن، لحقاش جبدت شي حويجات من البلاكار، ستيتهم شي حاجات، جبدت شي طواسي من الثلاجه حطيتهم صافي، يعني هرقت داكشي اللي كان فيهم وغسلتهم. دابا هنايا هاد المقله اللي كنقلي فيها ها هي حتى هي غادي نغسلها باش نردها بلاصتها. كنتسنى عمر يجي باش يدير ديك الكوكوط وديك الاخرى في الفوق. ايوا المهم هذا ما كان الكبيدات، وباقي شي حوايج ولي اختي نحلى. باقي شي حويجات كنصاوبهم. دابا اختي غنزرب على البيض باش هي هذيك نعطي لعمر يفطر هو وغالي ويخرجوا ويخليوني نكمل شغالي. مازال خاصني نسيق، مازال فهمتوا راكم عارفين خاصني نسيق الدار، لان ملي جيت من السفر مازال مسيقتش. نسيق الدار وخاص ضروري ولدي ما يكونش، لان الا كان ما غاديش نسيق، ما غنسيق مع والو الا جا غالي. كنسخن الخبز نسيت. كنسخن الخبيزه اختي باش ما يتسماش. ندير شويه ديال الزبيده في المقله، غير شويه لحقاش كتعطي واحد البنه زوينه. شويه ديال الزبيده بلديه تسالات الناس بلديه، خصنا نشريوها. كلشي كيتسرى في مره، كتلاحظوها شي مره كلشي كيتقادى في مره، كتقادى البوطه كيتقادى الزيت كيتقادى كلشي. والله الا عمر دابا يلاه نمشي نخلص الدولمه وفي العشيه عاد نمشيو نتقداو داكشي اللي ناقصني انا، ماشي الخضره. كيف الخضره راها زعما كاين بصله، كاين بطاطا، كاين خزلو، كاين كرعه، كاين كلشي الحمد لله تبارك الله. غادي ناخذ داكشي ديالي انا، دوك التفاتف ديالي الفرماج ودوك العيبات راكم عارفين اللي كاين. ايوا صافي هذا ما كان اختي عمر، خاصو يزيدني بلاطو ديال البيض وبيدو ديال الزويته بلديه. فوالا الكبيدات الفطيره ديالنا. تايب ما غندير فريميجه زويته بلديه، فرماج هذا فيه زويته بلديه، البيض مع زويته بلديه، وكثرت عليكم زويته بلديه. المهم اختي البيض هنايا مع كامل ومليحه، اي كلشي طبيعي بيو. خبيز صافي اختي. شوفوا البنات ولدي. شوفوا تبارك الله. شنو كتاكل؟ شنو كتاكل ليلو؟ شنو هذا؟ قولها بلا دير عن عن دير عن عن عن.
البنات دابا باش ما نبقاش كنتعطل غادي نجمع الدنيا نقاد اموري نغسل المعلات نحيدهم عليا. دابا زادو حتى الماء عندي على الفطور على دوك الماء اللي كانوا قبيله دونك غادي نحيدهم عليا. من بعد غادي نمشي نشوف اشنو ندير يعني سالي شغالي اون جينيرال عاد ان شاء الله نرجع لكم. المهم بارطاجيت معكم اللي فقت اشنو درت قاديت الدنيا شويه وجدت الفطور دابا خصني نمشي نقاد اموري كاملين وعاد من بعد نتلاقاكم. المهم بنات بالنسبه للخشب شوفوا انا عييت. بالنسبه للخشب كنمسحو بهذا ها نتوما بهذا البرودوي هذا اختي ها هو صوره زوين ديال الخشب. وبالنسبه للزاج بهذا فوالا هذا ما كان قرب يتسالى وديجا خاصني ناخذ هكا كلك برودوي ديال 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 التنظيف ايوا صافي. المهم هذا ما كان دونك دابا غادي نمسح الغبره نمسح الخشب وديك الشيء ومن بعد نمسح الزاج من بعد غندوز لداك الكوان ستفون قاد ليه الامور ديالو غندوز عاوتاني لهنايا شوف البلاصه فين كيلعب غليلو نمسح هنا نمسح تما عاد يعني نمسح الغبره عامه عاد غادي ندوز التصيقه للدار. فوالا شوفوا داري داري مسرع عاري. شوفوا البنات هادي حيت منها كل شيء ديال الزاج سورتو دوك اللي كيكونوا لتحت لان عرفتي غالي هرس لي النص ديالهم. دابا كنفكر هادو هاد الثلاثه نبدلهم كنفكر نحيدهم وندير شي ديكور اخر. انا عاد كنشوف سوا غادي ندير ديكادغ فيهم هكا شي تصاورات ولا شي حويجه. المهم انا غادي غادي نشوف البنات. شوفوا انا غادا مع داري شويه بشويه اختي ما مزروبين شيك داري وبشويه عليا اختي نصوب هنا نصوب هنا نصوب. راه بالسهل انك تصوبي كلشي ولكن اختي غتصوبي كلشي وتقسي كتبرقي في عينيك. نصوب شويه بشويه فهمتي المره نصوب هذه مره نصوب هذه. المهم دابا اختي غادي نمشي نخوي هذه ونضرب ليها غسيله هي صافي هادو غادي نرميهم وغندير واحد اخرين هكا عندي غير في لو فيغ هما اللي غادي ندير غنرمي هادو صافي فهمتوا ما بقاوش طالقين الريحه وما بقاوش عاطين حتى المنظر. شوفوا كي ولاو دايرين ها انتم البنات هادوك ديال الالوان كانوا جايين حسن ولكن دابا نشريهم. المهم ها انتم هنايا درت شويه ديال الورد مخلطته مع هذا وغادي نرشهم بهاد الريحه هذه ديال العود. شفتوا هاد الريحه غادي نرشهم تما عرفتوا كتقار الريحه يا البنات خطيره كتقدشم فاش كيضرب هكا شي هواء ولا عرفتو كتبقى الريحه فنه كتضرب في الدار. فوالا البنات انا جمعت الدنيا هانتوما هانتوما شوفوا شحال الساعه الجوج. انا عاد نمشي نصب الغدا باقي لي التسياق ولكن تنصب الغدا اختي عاد نسيقها هانتوما الدنيا هي مقاده خاصني نبدل داك الورد هذا كنحيدو كله غادي نرميه ما عدا هادو ما عدا هاد الخوطر. اما هذا كل داك البيض داك اللي طالع كحل كله غادي يترمى. شوفوا هنايا هذه فيها ويلكم بيبي غالي التلفزه حتى هي درت لها مسيحه فعلا تركه ها انتم فوالا هزيت البنات. دابا انا عندي مشكل في هاد الجهه ديال الويفي شوفوا كي دايره شفتوا هاد الجهه ديال الويفي كي دايره ما عرفتش هاد السلوكه كي غيديروا يتخبعوا كي غيديروا فهمتوا يتخبعوا وما يبقاوش هكا باينين والله ما عرفت البنات شنو غندير ليهم. المهم هانتوما هزيتهم حطيتهم لتحت ما جاوش فهمتي هما جاو ما باينينش ولكن واخا هكاك دوك السلوكه اللي تما الفوق باينين غير داكشي تما بطلوا لتحت وخفت لي طرا شي حاجه في الويفي وليت رديتها بلاصتها. المهم هادي ديفيزور دو بارفان ديك اللي كنديروا ليها كنديروا الشميعه لداخل وهذا هانتوما اللعاب غالي استفتهم له تما انا غنزيد نوريكم هانتوما هاد البلايصه ضربت لها مسحه مازال البنات الديكوراسيون كما قلت لكم مازال عاد نبقى نبدل شويه بشويه صافي. انا براسي طلع لي فراسي داكشي ديال داكشي القديم بغيت نحيدو ندير شي حوايج عاوتاني جداد يجيو زوينين. فوالا المرايه حتى هي مسحتها ها نتوما شوفوا. بالنسبه لهنا خويت هاد الطبله كانت عامره بداكشي ديال الختان هاد غالي حيدت داكشي كامل جمعته في ميكا داك الورد وديك الشميعات وديكشي كله حيدته صافي خليت غير هادو حطيتهم هنايا. بالنسبه للبنات لهاد الطبالي انا علاش دايره لهم بحال هكا على غالي ديكشي راه مازال ما وريتو لكمش ديال الماع اللي شريتو داكشي مازال ما وريتو لكمش ما عرفتش واش نوري لكم فهاد الفيديو اولا ندير لكم فيديو عليه بوحديتو باش ما يجيناش داكشي طويل. المهم اختي ديك القنيه صراحة اشنو فيه تصورتي انا والعزيزه ستي الكل ماما ايوا ودرت دوك الوردات تما. شوفوا هاد الوسطاني تهرست لي ليه الغطايه
تهرست لي الغطايه، مابقى فيها ما يتلصق، مابقى فيها ما يتلبق، وعزلجن عليا هادو فما قدرتش غير نحيدهم. صافي دار دوك الوردات تما، ودوك الوردات كيطلقوا الريحه. دابا اللي كيجلس تما كيبقى يشم واحد الريحه ديال الورد زوينه. فوالا اختي، الشاريو خشيتو تما وخبعتو ودرت عليه الطبالي باش غالي ما يوصلوش، لان تبارك الله كيحماق عليه، كيبغي يمشي ينبش فيه ويطيحو ويجبد منه. المهم درتو لداخل وسديت بهاد ثلاثه الطبالي باش ما يوصلش لتما. ها انتم صافي اختي، انا جمعت دابا بقى لي غير التصياق، مسحت الغبيره، قديت كلشي. اه داك الطابلو ما مسحتوش، هنا تفكرتو دابا الطابلو ما مسحتوش، الطابلو والمكانه، الطابلو والمكانه ما مسحتهمش. فوالا اختي الدويره ها هي مقاده مجموعه ناضيه. بيت النعاس ديالي خلاص خاصو اختي نهار بوحدو، بيت النعاس ديالي خاصو نهار بوحدو. كنقول شي نهار غادي نهبط غالي عند ماما ويكون معايا عمر باش يجر لي الناموسيه باش نسيق تحتها، نبدل الفراش كله، نجبد كوفر لي اخر، فهمتوا؟ المهم خاصو نهار بوحدو. حتى المريو عندي مرون، بغينا نشوفو. انا الصراحه كنقولها لكم، حتى المريو عندي مرون، خصني نجبد المريو كامل ونطويه كامل. ايوا المهم باقي لي بيتي وبيت غالي، بيتي وبيت غليلو خاصو يتصوب. صافي اختي دابا غنمشي نصب الغدا، غيبقى لي غير التسياق. الكريسيت غالي تاهو ضربت له مسيحه، رشيت وحكيت وضربت له مسيحه باش يكون دقيقي، ما عمره ما يتوسخ ليه ولا شي حاجه. ايوا هذا ما كان اختي. البنات دابا غالي كينعس، فطر معانا، فطرتو بيضه ما درتش فيها الشاركوتري والفرماج باش نوكلو معانا البيض، درت فيها غير شويه الكمون، شويه المليحه، زويته بكري، شويه الزبده، وفطرتو معانا. دابا اختي راه جاه النعاس، صيبت له ميه دافيه ودرت له الرضاعه ديالو وخليته كينعس في البيت. كما قلت لكم انا ديجا معلمه ينعس بوحديتو، كنت شحال هادي بحال البيله كنقراري به حتى كينعس. دابا تبارك الله ما شاء الله، الله يحفظ ويحفظ لكم وليداتكم. كنعطيه الرضاعه ديالو صافي، كنخفض الضو، ماشي كنطفي الضو الظلام، كندير ضو قليل وكنرد عليه الباب كينعس مسكين. بدلت له لاكوش ديالو، عطيتو يرضع، دابا راه كينعس. انا دابا غندوز اختي للغدا، فاش غنصب الغدا غندوز للتسياق، يكون الغدا كيطيب وانا كنسيق، فهمتوا؟ حيت انا بغيت ندير التسياق وعاد هذا، ولكن غادي نتعطل. غنصب الغدي وغندير شي حاجه غير خفيفه. سولت عمر واش نديرو طويجين، قال لي ديري لنا مريقه. مريقه شنو قلت؟ قلت يا اما غادي ندير بطاطا وخيزو ودجاج، ولا غندير بطاطا بالجلبانه. المهم انا غادي نشوفها البنات، غندير بطاطا بالجلبانه على ما كنظن، على ما كنظن كنت غندير بطاطا بالدجاج والحامض مصير وزويتينات كتجي زوينه، ولكن قال لك عمر ديري لنا بطاطا بالجلبانه. انا شوف الجلبانه اللي كانت عندي في الفريغو، راه غندير بطاطا بالجلبانه. ايوا هذا ما كان اختي. المهم بقاو معايا وما تمشيو عين. غادي نصب هنايا مقيت الثومه، البصله، مطيشه، بطاطا. هنايا درت خير الدجاج وسدير. هنايا شويه ديال الجلبانه انا كنديرها في الفريغو، هانتوما شويه ديال الجلبانه. صافي انا غادي ندير البصله مع توي ما يتشحروا، وعاد نزيد الدجاج ويطبخ حتى هو معاهم واحد شويه، وعاد من بعد غادي نزيد مطيشه وبطيطه وشويه ونزيد الجلبانه. فوالا اختي، المهم اختي اللي كتب الله الحمد لله عليه. درت شليطه مطيشه وبصله، عاد غنزيد عليها المزيودات هكا من الفوق تشهيتها هكا. الجلبانه مازال ما غنديرهاش دابا البنات، دابا بديت باقي هادشي هو كيطبخ. في الاول خليت الدجيجه طبخات مع البصله، وعاد زدت عليها البطيطة ومرقتها وسديت عليها. غنقص غير شي شويه البوطا حقاش حتى خارجه من الجناب. صافي هنا البنات راني كنصايب الربيع، ها هو باش نديرو في طويصه. ها انتما كنطحن الربيع باش ندير شويه في هذا ديالنا في الغداء. اختي ما تدوش راني جات وعييت، غنطحن ونديرو في الطويصه. راه كيوجد عمر، قلت له جيب لي واحد شويه ديال اللبن، قلت له ما تجيبش بزاف، جيب لي غير شويه باش ما يبقاش هكا ضايع، حيت ما عجبش عليا فاش كيبات. بالنسبه للسانيكرو اللي انا كيعجبني هذا اختي، هذا غزال، هذا صيفي، هذا جاي سكري غزال، حلو حلو، فهمتوا البنات؟ وهذا حتى هو رائع، هذا فحال اللي دايره شي بارفان في الدار، حتى هذا غزال. دونك دابا شهوتي ندير هذا اختي في الدار، هذا بي غادي نسيق الطويره. خديت حتى هذا ديال البخور، الساعه صراحه ما عجبنيش، ما جاني كيدير الشقيقه في الراس. المهم ما عجبنيش البنات بزاف هذا. المهم هذا اختي هو اللي غادي نستخدم، ريحته فنه. صافي اختي ساليت شغالي، عييت والله، غداتي طابت، ساليت كلشي. دابا باقي لي في الجميع بيتي وبيت غالي، بيتي وبيت غالي، باش نحيد الغالي دوك الحويجات اللي صغارو عليه. نحيد لي حوايج ديال البرد، نجمعهم. انا براسي خصني نجمع المريو ديالي، المريو ديال عمار،
هو المهم راكم عارفين دابا اختي اخر ايطاب هي نطلق بخيره من مور ما كتاكدي ان الدار نقيقيه وهذا غنطلق بخيره اختي في الدار انا كتحمقني سرغينه سورتو فاش كتكون الدار مجموعه ناضيه جادور شي حاجه اختي سميتها سرغينه سرغينه مسقيه بالزهر سرغينة تقدروا تاخذوها عند اي واحد اللي كيدير هذا الشيء الناس ديال فاس راه غتلقاو سرغينة فنه كاينه في المدينه القديمه المدينه القديمه فيها داك الشيء زوين صافي اختي فين اختي نطلق على راسي بعدا انا الاولى وغنمشي نضرب دويره في الدار بهذه السرغينة هذه باش تبقى الريحه فنه عمر وغالي غالي فاق جا عمر خرجوا مع اليوم الحد داه الدار ديال حماتي انا غادي نعيط لهم شويه باش يجيو ونحط الغداء تنحط الغداء عاد نعيط ليهم هي هذيك نغدي وليدي بطيطا وجلبانه نعطيه دجيجه ونتغداو ومن بعد كنفكر اننا نخرجوا حيت خاصني شي حويجات من مرجان خاصني نخرج ناخذ شي امور ناقصيني ايوا المهم هذا ما كان الكبيدات ومع تيسير الله بقاو معايا بيس في الميكان حط المعينات ديال الغداء ما نقدرش نوصلهم دابا والله الا البنات الا راني عييت بزاف بزاف ويلا كنت كنهضر مع السيده اللي كتصايب لي الضفار باش نشوف زعما واش ديسپونبل لا قالت لي بلي اليوم ماشي ديسپونبل دونك حتى الغدا ان شاء الله عاد غادي نصاوب ضفيراتي فوالا غادي نحيد هادو وغادي نقاد الضفيرات هادو راه من تقريبا من العيد هذا غير دي بانيتو صبغتو بحال هكا لان راه طار ليا دونك غير دي باريتو راه ما كيبقاش يبان فهمتوا ايوا صافي هذا مكان الكبيدات دابا اختي غادي نمشي نرتاح وغنشوف بلاتي شويه شنو البروغرام انا وسي السيد واش غادي نخرجوا ولا غادي نخرجوا اشنو كاين انا عرفتو كليت ديك مطيشه بالبصله ديك الشلاضه مطيشه بالبصله مزود ضرتني في هاد البلاصه هادي هنا غير سكتوني كنعاني في صمت دابا والله القاصه عرفتوا شحال هادي دابا الساعه 7 ضربتها بالنعسه حتى 7 لا انا لا ولدي لا راجلي وحق الله مع الحد عمر خلاص ديما كينعس مول الغدا نهار الحد انا مره كنعس صافي ملي شفتهم بجوجهم ناعسين هو ولدو انا نعست انا يا اختي المهم دابا فقنا غادي نمشيو للنيشان باش نتقطعوا داكشي اللي ناقص ما عرفتش الصراحه شنو غادي ناخذ غندير هادي شويه البنات هنايا غير باش ننقص شويه هاد الزعوره اللي عندي هنايا باش ما تبقاش ليا بزاف عاد خاصني نصبغ عرفتو خليل اللي دار ليا الصوا قال لي هو عفاف اجي تصبغي عندنا اجي نغطي لك لي غاسيل وديري شي كولوراسيون انا ما مسخياش بشعري شوفوا كيبان بحال اللي مصبوغ شوفوا كي كيبان بحال اللي مصبوغ نانتو وانا هاد الصباغه كنديرها بوحدي هاد اللون هذا كنديرو بوحدي من هنا لهنا راه طبيعي لوني د شعري ها نتوما راه كيخرج ليا من الجذور شفتوه طبيعي لون شعري ما تديوش على هاد الكحله اللي درت شتو هذا اللون هذا راه ديالي انا هذا اللي ماشي ديالي هذا اللي انا كنصبغو وخلاص التقطيعه راكم شفتوا التقطيعه قطعت شعري في الصالون شوفوا ها نتوما نوريكم كيطلع ليا كوكو ليو اجي مو كيجي انا جايه شتو البنات التقطيعه راه باينه جايه هكا درت التقاده وحده وحيدت حتى دوك حيت دوك لي فورش دوك لي بوينت باش كيبقى يبان الشعر هيلتي وشنو قال لي السيد قال لي راه البنات ديك المعلومه اللي كانت عندي راه صحيحه ديال انه فاش كتخلي لي بوينت كيكون شعرك طويل وفاش كتخليه ناشف من تحت اولا لي بوينت عندك راه تيبقاو غاديين وكيسرحوا حتى شويه كتبقي تقولي اويلي انا شعري مالو وصلت لهنا بالحراق اويلي مالو تحرقت لهنا اويلي مال فهمتي كيكون عندك غير حد هنا لي بوينت كتلقيهم ضربوك حد هنا راه بحال العافيه كتبقى غادا وكتشبط غادا وكتشبط في الشعر راه نفس الحاجه بالنسبه لهذا الشعرين يعني كي العافيه كي لي بوينت كيبقاو
طالعين في الشعر. صافي اختي انا غنخلي شعري بحال هكا لبس نوريكم حيتاش غادا غير شوبينغ ماشي ماشي غنقيسو ولا هذا. دونك لبست غير هذا ولبست سليم في النوار وغادي ندير ميزيسبا في النوار هما غنضرب ليهم مسيحه وغنمشي خفيفه ظريفه. صافي اختي هذا مكان. المهم انا غادي نشوف واش غادي نكمل لكم لا فيديو ولا غادي نحبس لكم حدا. انا والله ما عارفه البنات ولكن انا غادي نشوف زعما كنقول اوكا ولقيت دي برومو في مارجان علاش لا ما نبارطاجيهمش معكم ولكن حتى نمشيو وعاد غادي يبان لينا اشنو كاين. اي فوالا بنات كوم دابيتود مارجان بلان ها مر وماكدو ما نقولش لكم ماكدو كاين لهيه البنات ما عرفتش واش يبان لكم البنات راه هو شتوه عرفتو بلان ما كاينش فين تجلسي ما كاينش فين تجلسي ما كاينش فين تنوضي وعلما ان هذوك الناس اللي كيكونوا جالسين تما لا بليبار ديالهم تيهضروا على المقاطعه في لي ريزو سوسيو. ايوا فوالا اختي هانتي دابا غنمشيو اختي نتقداو ونشوفوا اللي ناقصنا وباغا نضرب دويره تما ولكن المهم انا غادي نشوف انا التقديه اللي مهمه هي الاولى وعاد ديك الساعه غنشوفوا ليه. ها انتما كيفاش طرحنا تقدينا فوالا شوفوا عمر خدا لي نوتيلا كبيره شوفوا كتقي ولا ولدي كيشير كتقي تشوفي راسك كتاخذي تاخذي فتا كتلقاي داكشي لا علاقه. عمر قال لي التقدير على علاقه ولكن اختي راه هو كيجيب خضيره وداكشي هادشي تفات باش نقصرو وتخربيق. شحال جاتك عمر انت 500 والصرف انا كنقول له والله ما نفوت لك 300 درهم غديني المرجان ما نفوت لكش 300 درهم 517 وفين هي الورقه رميناها ولا طارت بالريح. البنات الله دابا اختي غادي نمشي وعرفتو عييت غنمشيو نتعشاو برا لانه انا نقول لكم علاش لان اليوم الحد وكل حد انا وعمر كنخرجوا ناكلوا برا يعني سواء كنتغداو سواء كنتعشاو كل حد يعني اغلبيه كنخرجوا نتغداو برا. اليوم ما تغديناش طيبت الغدا في الدار. عمر كي جاك الغدا زوين عرفتي سالينا هنا كنحسب لي غيبقى شويه العشاء سالينا هنا نضنا زدنا عاوتاني في الغدا كملنا الطبسيل وزدنا فهمتوا البنات عرفتوا جا غزال جلدي ديك بطيطه بجلبانه والدجاج جات فنه. المهم اختي دابا غنمشيو اختي نتعشاو ايوا اختي سمحي لي ما نبقاش انا اختي كنطيب الغدا بوحدو والعشاء بوحدو ما انا شي روبو انا براسي عييت وكوري ما كانش مثلا اليوم الحد كنا غادي نمشي نديباني بشي حاجه ندير شي حاجه حيت انا في الغدا كندير المرقه في العشاء شي غراتان شي فهمتي شي حاجه بحال هكا خفيفه ما نديرش انا المرقه بالليل. ايوا صافي دابا اختي نمشيو في الصيدره ماشي في الصيدره فين واش كسيده بزاف أنا عارفه قناه فاصل شي واقفين تما ولا كذا ما يقفوش شي. ايوا واقفين يلاه زيد الزين زيد بعضاد شتيهم شفتو البنات بهم هذوك شتيهم شفتهم الزين في الباكوز البومبا ياك مالك والله تدي الزين والله البنات تشوفوا الزين اللي تدي انا كنتحرش بغيت نبارطاجي معكم شنو شرينا. المهم اول حاجه لي كوش خديت منه واحد فاش كنا زعما خارجين. المهم لي كوش هاد الباك هذا ديال المناضه هذا شحال كان عمره هذا 20 درهم هذا 20 درهم وكاين زعما مبدلين كاين بونس وديكشي وديكشي وكاين هادو. المهم حطينا هادو لحقاش كنكونسوميو المناضه بزاف انا عمر الصراحه الماء بلا ما نوريكم زعما على 20 درهم هادو ثقالين الماء جوج دلويات ديال غالي اش وانا كنفكر اني مابقاش نشرب من الروبيني فراسكم كنقول انني طويله قبل كنت خديتها مابقيت كندور بالروبيني ودابا كنقول اني ما شفتش نشرب من الروبيني وبقى نشرب هادو عاودو ما غاليينش البنات عاودو البدويات 11 درهم هادو بجوج حتى ماشي 11 12 وشي حاجه واقيله 12 وشي حاجه هادو بجوج بيهم شحال فيهم 5 يطرو والله راه داك الماء ديال الروبيني راه مصايبك حنا غنسختو البنات. المهم هنايا خدينا هاد الحليوه هادي كتعجبني هي تكون غير لاكريم ومسكوطه هنايا كاين الطوست كنظن غنحط حدايا باش غادي نحط هنا وهذا محمر غير اختي. المهم هنايا كاين الطوست ماما هنايا كاين الطوست بالنسبه لي فخوماج خديت شارتوتري فروماج غودا هذا غودا ناتور
وهذا فرماج فومي حار، فرماج فومي بالحار ياكو. هنايا خديت المليحه هذه كتجي هكا فهمتوا، غير غير رق 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 كتجي زوينه. ها انتوما مليحه هذه خديتها الصراحه، انا عندي الحال اللي كنطيب بها وديك الشيء، مي هذه خديتها هكا بحال دابا لي صالاد وديك الشيء كتجيك ساهله بحال دابا غير باش تزيدي، ماشي باش انا ما نعرفش ندير هذه في الطياب، ما نعرفش نعبر، انا العبار كندير بيدي باش كنعرف فهمتوا. هذه غير الا كنتي غتزيدي واحد شويه اولا في لاصالاد اولا شي حويجه هكا كتجي زوينه. طون لحقاش غنبقى كل مره طون 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 طون، اللهم كنهضر طويسه كتشد ليا لالا نجيت الغليلو على بالي ما دزتش البيه ما خديتلوش دوك الخضر، دونك غادي نديباني بهادو حتى هما زوينين الصراحه. زيت الروميه انا ما كنكونسوميهاش بزاف، دونك زيت الروميه كناخذ غير هذه كتكفيني الصراحه لحقاش انا ما كنستخدمهاش بزاف، اغلبيه كنخدم بالبلديه داكشي البلديه كتسري لي دغيا لحقاش بها كنخدم. الجبن جبينا اختي، هنايا كاين لانشون، كاين دانونات هنايا هانتوما، انا اختاريت شوكولا عمر اختار ديال هذا ديال الحامض، انا الحامض ما كيعجبنيش انا اختاريت شوكولا. هادو دانون، هنايا خديت انا لويزا، شي مره كنفيق الصباح ما كتكونش راشقه لاني ندير اتاي اولا كيكون اتاي مثلا درتو لعمر في الصباح، ولكن انا ما باغاش نشرب لي قامه وداكشي ولا اتاي هذا، فكنشها غير تيزان ولا شي مره في النعاس كتجي تقربي تنعسي كتبغي تشربي شي حويجه سخيخنا. هذا اختي زوينه. لي باك هنايا خديت لي سباغيتي، هنايا هادو لي زيبينا، هادو السبانخ، هادو هادو لي باك ديك ماركة العبار كيجيو مزيانين. بحال دابا هادي طاحت علينا ب 14 درهم، شوفوا شحال شوفوا شحال 14 درهم عرفتي، راه فريمون كونتيتي كبيره، حسن ما تمشي تاخديها يعني هكا بحال هكا مثلا ماركة ولا ماركة كتلقايها ب 17 درهم 16 درهم اللهم هكا. دونك هادي اللي كنستخدم بزاف، خديتها ديال العبار. كرة ديال الفرماج يا اختي عجبني استفدت شي وانا عييت والله الا هاد النهار الا راني شو ولدي جاي لعندي عييت بزاف. اخر حاجه حتى كنت خارجه وانا نشوفها هي هاد النوتيلا هادي الكبيره، دايرين لها برومو ب 63 درهم، وفراسكم اول مره غنعرف ان النوتيلا من لاماخ ديال فريرو، اول مره غادي يلا عرفت اش كدير وي لا. المهم اختي خديت الطاسه ديال الشكلاط، البنات اللي كيبغيو الشكلاط راه دايرين ليه لا بروموسيون تاويني، غنبقى تابعه ولدي اختي. المهم غنسمحوا لي غنعطيكم السر، غير ولدي كيلعب جلس ليلو عن 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 قال لكم عن 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 شوفوا كيديها ويجيبها قال لك عن عن. المهم البنات كنبغيكم بزاف بزاف ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، كنتمنى الفيديو ديالي يكونوا كيعجبوكم وكنتمناكم كيعطيكم طاقه زوينه، حيت فريمون هادشي اللي كنبغي كنبغي تكون الكاسه كنطالو ولا تكون الكاسه عكزانا ونعطيك طاقه زوينه تنوضي ديري شي حاجه تنوضي تخرجي تنوضي تقدي ميك اب تفرحي تنشطي، هادشي اللي كيعجبني انا. المهم اختي اجا ما جمع ليهاش، اجا اختي ما جمع ليا هاد الروينه هادي وجا ما ستفيهاش وانا باغي نجلس. تخيلوا البنات حتى الماعين ديال الغدا راهم والله ما غسلتهم اخالي والله ما غسلتهم لحقاش عييت. المهم اختي باش ما نطولش عليكم كنبغيكم بزاف بزاف ونشوفكم ان شاء الله فيديو اخالي. باي باي اختي، باي باي.